السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. شو راكم؟ اتمنى ان شاء الله تكونوا لاباس بخير وعافيه. انا ذي مده ما حطيت لكمش فيديو كما راكم تشوفوا. ساعي يجي الشغف، ساعي يروح. كنت تعبانه شويه الحمد لله، لكن الحمد لله. وايضا كنت عند دارنا، كنت في دارنا، رحت لدارنا قعدت مده هكا شويه وجيت. وكي جيت كما راكم تشوفوا لقيت الغبره تضرب تقلب كما يقولوا. لقيت الحاله مغطيه بالغبره، يعني يقول شي رانا ساكنين في وسط الصحراء، بعد مانيش عارفه اسكو في وسط الصحراء كيما هكذا ولا كيفاش. دوكا ولا الشمال والجنوب و رانا كل كيف كيف، كل عندنا الغبره وكل معليش. المهم كيما قلت لكم جيت قلت نمسح شويه الغبره ونقعد شيخ مع صحباتي شويه. هذه مده ما طليتش عليهم، يلا نطلع عليهم خياتي. هذا الفورنو وكما نشوف المستقبل دايرين حاشاكم فما. دخل الغبره ما نحكي لكمش، ومام انا ديال شغل فوق قلت لكم يدخلوا الغبره، الغبره كلها ما نحكي لكمش. هيا كما راكم تشوفوا الحاله، الفورنو هذا مازال شويه وينطق يقول لي واه راني تغطيت، نوضي نوضي شويه امضي عليا الغبره هذه، راني ما بقاش ماشي مولاتش غبره، راح تولي كوسخ حشاكم حشاك دوركم. ايا نفط ليه ونفط المهم امسح شويه غبره. كنت نصور معاكم وفيديوهات ان شاء الله من هنا وجاي، راح نصور معاكم فيديوهات تاع مينا هكا شويه كل مره نظفوا طبه. معليش اختي شوفي بعد ديري الحماس روحك دارك تقعد ديما نظفها كل يوم شويه، ماشي نهار واحد تنوضي. شوفي لعكي قادر نهار واحد الله يبارك تنوضي ليها تقلبي كل شيء وتعدليه تعاودي تعدليه، يعطيك الصحه ربي يبارك لك ان شاء الله بصحيحتك. وكما نقول لك كان عندك شغل ولا خدامه ولا راكي مع الاولاد مع التربيه، بس كل ولاد كيكبروا شويه يجي شوي سهله، لكن كبعدو صغار تكوني لازقه فيك كما نقولوا لازقين فيك وهكذا، فما تقدريش تاخذي راحتك. هذه هي كما راكم تشوفوا، مسحت شويه الغبره، مسحت الغبره عليه نحي لا نقيته ومطرعيوش كما راكم يبالكمش مليح ولا يشعل ويللش عادي صغرت قلي الحمد لله نقيتيني شويه. استروحت الباب هذاك نلقى فيه الله الله كيفاش مطراسي بك الولادي يطراسي وهكا يمسوا، مش حتى احنا الكبار ونمسوا ما بالك ما نقولوا ولاد صغار حتى في يديهم حاجه ما يتولهوا لهاش الملائكات مع الحيط مع الباب مع ما نحكي لكم. جبت هذا الصابون جال دير ايزيس ولا دير اي حاجه، وديما ديما كما نقولوا ما تخليش حالتك حتى وين تعود ما تبانش. الواحد ساعه لساعه كما نقولوا شهر لشهر ولا المهم من يتولى لها ينوض ليها، سورتو هذوك القفله البنات تاعو على انت الوان براهم الناس يديو عليهم نظره حشاكم هما و بيت الماء حشاكم وهذا يديو عليهم الاولاد. شوفوا شوفوا ولادك نظاف ويشوفوا الراجل نظيف ويشوفوا البلايص هذوك المهم نظاف والقفايل هذا نظاف، تخش هذا والحوايج هما اللي يهزوا عليهم الناس نظره اذا المراه زعما راها نظيفه. والله لا لا هو راه مش شرط كما نقولوا كيما هناك تشوفوا القفايل نتاعي انا صح، لك ما نقولوا حنا حاشاكم الحاجه الجديده والحاجه القديمه اللي عندها مده ما تنظفتش باينه هكاك نقولوا. والانسان ماذا به كي يروح لديار الناس ما يهدرش خلاص كما نقولوا ما يهدرش عليهم يتولى مع عمره تكفي كل واحد، يعني يكون كل انسان يتفكر روحه برك تولى مع نفسه راه ياسر. المهم حنا كما تعرفونا ديما رانا في وقت التحضيرات. شوفوا دخلت لاحظت هذه تاع المرأة الجزائرية، مانيش عارفة اسكو في الدول الاخرى كيفنا والله لا لا، لكن المرأة الجزائرية كنت تلاحظوا ديما راها في فترة تحضيرات. شوفوا تحضيرات العيد، تحضيرات رمضان، تحضيرات العيد الكبير، تحضيرات العيد الصغير، تحضيرات الدخول المدرسي، تحضيرات الشتاء، تحضيرات الخريف، تحضيرات الربيع، تحضيرات الصيف. وقتها المرأة ما عندهاش تحضيرات وما عندهاش حملات النظافة. ألو ربي يعطي الصحة إن شاء الله لكل نساء، كل واحدة ثانية تخدم في دارها وكا ربي يعطيها الصحة إن شاء الله. وهذه هي دركا شوية لبالي بلي تخرجنا تحضيرات دخول المدرسي، ماني عارفتها هكا وشنو مع الأدوات راني نشوف فيهم أنا، مانيش عارفة أسكو في بلايص كل والله لا لا، كاين بلايص مش مكتبة والله تلقاي حانوت يبيع الماعن ولا يبيع حاجة كيما نقولو ويجيبو في الأدوات والكرارس بسومة مليحة. يعني أنا
تبلي مليحة يعني. شوفوا عندي مدة أنا ما شريتش الأدوات، حتى كي نحب نشري والله كراس والله ستيل والله حاجة، نقول فقط يعني زوجي يروح يجيب لي. ولكن نشوف انه يعني كما نقول كونتيتي كبيرة تاع ستيلوات بسوما يعني مليحة، تعرفوا كما ستيلوات يحتاجهم الولاد على مكاش يحبوا يشريو. مليح اذا كان انسان يقدر يشري ويخبي يشري ويخبي، علاش لا؟ الكرطابلات راه حاطين كل شيء. شوفوا انتم في المنطقة تاعكم اسكو، وشوف فيسبوك برك تلقاهم يعني نورمالمون يحطوا. وهذه يعني بالنسبة لوحدة كنت عندها مثلا ثلاثة ولا ربع ولاد كما نقولوا يقراو، تحب توفر على روحها تقدر تشري من دروكا تستنى. وكما تعرفوا يا لما دخلت قراية راه تجي جامعة تريسيتي هذاك تاع الصيف يجي غالي بسبب الكليماتيزير وهكا. فنتمنى التوفيق ان شاء الله للجميع. هذه هي قلت لكم ثاني مع غسل الزوار وهذوك مازال انا ما غسلت. شوفوا انا نغسل قبل ما يدخل عليا الصيف اصلا، غيرك ما نقولوا نبدا راح نخبيهم نغسلهم. ولكن راني نفكر ايضا اني شغل نزيد روح نغسلهم، والله مانيش عارفه بسك الغبره 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 قلت لكم ما نحكي لكم شاني نخمم نزيد نغسلهم ونشري لهم اذا كان لقيت وين يتباعوا. قولوا لي البنات اسكو كاين وين يتباعوا هذوك الصاشيات نتاعو على الصاشيات نتاعو على الزوار، لانه دروك ما بقاوليش بزاف، كاين اللي تقطعوا لي وما بقاوليش، كاين اللي عندهم كاين اللي نوري نديرهم غير في صاشي وما تقنعنيش الصراحه. نحوس لا حاجه ما تدخلش كما نقولوا الغبره تقعد صح مليح كيما الصاشيات نتاعهم راهم ملاح. يعني الصراحه الانسان كي يشري نورمالمون زابره ولا حاجه يخليها في الفتاحه هذيك، المهم في الساكه نتاع هذيك يخبيها لها ما يرميهاش. هو كاين اللي يجيو محسنين كاين اللي يجيو شويه فراجيل، المهم هذه هي. واش راكم دايرين مع طيابات وهكا؟ انا نكذبش عليكم عثمان نحب ناكل، لا انا الزوج تاعي شيت ما رانا ناكلو، كي نطيب حاجه تقعد ديما هكذا تقعد، ما راناش اللي نحبكم نقولوا ناكل لا سخونه لا حاجه بارده. كي راه نافع عجور غير البن حاليا مانيش ناكل فيه بزاف، لكن نحس انه البن صافا شويه مع مسفوف ولا مع كسر مبسه ولا حاجه هكذا يعني مليح. ساعات كي نحس روحي هكا مش قادره ناكل والله كي نتفكر البن مع حاجه هكذا نورمال تجيني سهله، مش سهله فطياب مشغول نقدر ناكلها عادي. مانيش عارفه اسكو نسكر كيما انا ولا غير انا. نشوفوا ان شاء الله المره الجايين. نتوما المهم تلا في رواحكم. والله ما عرفتش اسق الله يا رب. هي ما تقولوا ليش ما درتوش اعجاب وما درتوليش الجام، هي البنات خليو ديروا لي الجام وديروا الاعجاب يا خي راه باطل خياتي. انا نشتي هكا نطلع عليكم انتم ما ديروش الجام والاعجاب، علاش الجام والاعجاب؟ ممكن انا نقول جام اعجاب واقيلا، ديروا الجام والاشتراك والاعجاب والاشتراك البنات، هذيك هكذا تاع الاعجاب والاشتراك هذيك الحمراء اللي راها هي لتحت قلك تشوف فيها هي ضغط عليها خويتي العزيزه. كما شفتوا الشجرات تاعي انا قعدت لي غير وحده فريده في هذو الاخرين شفتهم قعدت لي غير وحده فريده للاسف. هذه المبرجة البنات من قبيل اللي راني قاعده نصور فيها ونعاود انا ندير لكم في المونتاج ونصور في الشجره، وهي جبتها لي طفلتي بنتي من عند طفلتي كثر خيرها. هي بعثت لي يعني زوج حبات كما هكذا وزعما كتقاو بهم، وديت لبنتي شغل هكا نص هذيك الحبه قلت لي ماما نذوق، قلت لها هاكي بنتي. المهم وهذه هي، وتلا في رواحكم وتبقاو على خير. السلام.